هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا القانونية لليوم. يعد القانون هو المرجع الأساسي عند ظهور المشاكل التي تتعلق بمختلف نواحي الحياة، سواء اقتصادية اجتماعية أو سياسية والإدارية أيضا. لذلك الثقافة القانونية هي أشمل أنواع الثقافات، لأنها مشتركة من كل النواحي وتخاطب جميع أطياف المجتمع في كافة نواحي الحياة، مما يجعل أي شخص يتصرف بالشكل الصحيح فيما يتعلق بحقوقه، أيضا فيما يتعلق بقيامه بواجباته. لنعرف أكثر عن أنواع القضاء وبما يختص كل منا والمحاكم في سوريا، معنا المحامي الأستاذ مصطفى مليحان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير إليك وكافة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك أستاذ. خلينا نبلش مع حضرتك ونعرف أكثر بداية أنواع القضاء أو المحاكم القضائية اللي موجودة واختصاصاتها. تمام. هلا اليوم عندنا نحن بسوريا ثلاث أنواع من القضاء، إن القضاء العادي التابع لوزارة العدل، والقضاء الإداري، والقضاء العسكري. فنحن اللي بيهمنا هو القضاء اليوم الجزائي منهم، يلي هو القضاء الجزائي العادي والقضاء العسكري. القضاء العادي يلي هو بيختص بمحاكمة المدنيين، والقضاء العسكري يلي هو مختص فقط بمحاكمة العسكريين وكل من يتبع بالدعوة. طب خلينا نفصل للناس أكثر، كيف أنا بحدد أنه هيدا القضاء مثلا جزئي أو عادي، يعني عسكري أو لا؟ كيف تكون نوع القضية أو كيف بيتم تصنيفها؟ تمام. هلأ هون مرتكب الجريمة أو المدعي هي اللي بيحدد نوعية هي الدعوة. هلأ القضاء العسكري بيشمل أنه كل شخص أنه بيحمل الصفة العسكرية وقت ارتكاب الجريمة، أو مكان وقوع الجريمة، أو إذا بيتعلق بأي أسلحة أو ذخائر تابعة للجيش، فهون بيخضع للشخص للقانون العسكري أو للقضاء العسكري. أما بالنسبة للمدني فهو أي شخص بيرتكب جريمة هو مدني، ليست عليها علاقة بالقضاء العسكري أو أي علاقة بالصفة العسكرية، فهون بيخضع للقضاء العادي. طب خلينا نحكي أكثر عن أنواع القضايا المتعلقة بالقضاء العسكري أو الأكثر شيوعا اللي بتراجع المحاكم بهذا الوقت. تمام. هلأ القضاء العسكري هو قضاء أصيل بما يفصل به، وخاص بفئة معينة من المجتمع اللي هي العسكريين. فهون بتتحدد النوعية بالقانون. فهلأ القضاء العسكري بشكل عام يطبق كافة القوانين الجزائية الموجودة بسوريا. يعني القانون العقوبات العام بيطبقه، قانون العقوبات العسكرية اللي هي بتكون عقوبات عسكرية بحتة بيطبقه، وأي قانون جزائي صادر فهو يعني نفس القوانين. يعني إذا نفسر لما نقول في يعني قضاء جزئي أو في مدني، يعني بيختلف المدني على العسكري، نفس القوانين تطبق ولا لا؟ لأنه يحمل صفة عسكرية يكون له قانون مختلف. تمام. أو تعاطي مختلف فينا نقول. تمام. هلأ هون بتشوف الجريمة، هلأ هون في جرائم عسكرية بحتة اللي هو بنص عليها قانون العسكري، وفي جرائم هي عادية بيرتكبها العسكري، مثل السرقة، مثل الاحتيال، مثل إساءة الأمانة. يعني هدول بيخضعوا للقانون العقوبات العام، بيحاكم وفق قانون العقوبات العام. أما مثلا جرائم عسكرية بحتة فهو يعني هو لما يكون العسكري في خلال دوامه مثلا يعني أصدر، يعني صار تصرف أو جرم منه، يختلف إذا كان بحياته الطبيعية ولا لا؟ يعني هو بحياته الطبيعية خلص شغله بالبيت وكان تمام، هلأ ولا لا إذا كان على رأس عمله يختلف التعامل معه؟ تمام. لا فصلها هي. هلأ شخص مدني ارتكب جريمة، تمام، بعد ما ارتكب الجريمة بفترة أصبح عسكري أو يحمل الصفة العسكرية أو متعاقد عسكري، تمام. فهون جريمة وقت ارتكابها كان مدني، فبيخضع هو للقضاء المدني. فإذا كان مثلا عسكري وارتكب الجريمة وأصبح فيما بعد مدني، فهون يخضع للقضاء العسكري وليس المدني. هون المعيار هو وقت ارتكاب الجريمة، والصفة هون العسكرية هي اللي بتحدد وقت ارتكاب الجريمة، إنه كان عسكري هون ولا كان مدني. أكيد. طيب أستاذ خلينا نحكي كمان عن فكرة مهمة، بعض الأشخاص ممكن يصير معهم صدامات أو مشاكل مع أحد العسكريين، هل أنا كمواطن عادي أو مدني بقدر روح ألجأ للقضاء العسكري لأقدم شكوى
أو بقدمها بالمحكمة العادية وهي المحكمة العادية بتحولها على القضاء العسكري؟ تمام. هلا هناك بعض الجرائم يختص فيها القضاء المدني رغم انه موقوعه من على عسكري او وقوعه على شخص انه على بيت العسكري. هلا جرائم الاموال بشكل عام هي تخضع للقضاء المدني رغم انه مثلا قد يكون هو بيت احد الطرفين منا عسكري. لا هلا بيكون احيانا ايه بيكون احد الطرفين عسكري ولكن مثلا حصلت سرقه ببيت عسكري. فهي السرقه اللي حصلت ببيته للعسكري لا تخضع للقضاء العسكري انما تخضع للقضاء المدني رغم انه هو بيت عسكري لانه جرائم الاموال لا تخضع للقضاء العسكري الا اذا كانت تمس الشخص العسكري. شو هي الجرائم اللي تخضع للقضاء العسكري والجرائم التي لا تخضع للقضاء العسكري؟ يعني قلت لها مثلا جرائم الاموال لا تخضع، هي تصنف الجرائم حسب القضاء العسكري؟ كيف بيتم تصنيفها لحتى هي يعني بيتم الحكم عنها من خلال القضاء العسكري ولا القضاء المدني؟ تمام. هلا شخص انسرق بيته تمام، فهون هذا البيت هو بيت عسكري بس الاغراض الموجودين هي امواله العسكري فهون تخضع للقضاء المدني وليس العسكري. ولكن اذا حصلت داخل البيت سرقه اشياء مسلمه له من الجيش او من قطعته فهون تخضع للقضاء العسكري. يعني اذا مثلا شخص له بدله عسكريه له رتب مستلمه من القضاء من الجيش فهون صارت في سرقه على اموال الجيش فهون يخضع كل تصير السرقه للقضاء العسكري. اما اذا بس مجرد سرقه بدون اي عتاد او اشياء مسلمه له من الجيش فبتكون قضاء مدني. هي من ناحيه. الناحيه الثانيه تحديد الصفه بين المدعي والمدعى عليه اذا كان عسكري او مدني. مثلا جرائم اساءه الامانه، هلا جريمه اساءه الامانه اذا كانت واقعه على عسكري فهي بتختص فيها القضاء المدني. يعني مثلا شخص عسكري حط اموال عند شخص وهذا الشخص نكر هاي الاموال او صار في اساءة امانه فهون ما بيخضع للقضاء العسكري انما يخضع للقضاء المدني. اما اذا كانت بالعكس انه اللي كان مسيء الامانه هو العسكري فهون يخضع للقضاء العسكري. فهي كمان من جرائم الاموال اللي هي بتقع هون ان على امواله او بتقع على شخصه. طيب كمان استاذ خلينا نحكي عن فكره انه ممكن بعض الاشخاص يرتكبوا شيء وهن ضمن نطاق الخدمة العسكرية أو ضمن رأس عملهم في الجهة العسكرية وبعد فترة يتسرح أو يطلع تقاعد وتصير مشكلة ويشتكوا على شيء قديم، بهذا الوقت هل بيتم تحويل الشكوى باعتبار أنه هو أثناء الفعل أو ما يثبت بأنه هذا الفعل كان بهذا الوقت هو عسكري ترجع للمحكمة العسكرية؟ تمام. هلا وقت ارتكاب الجريمه هي اللي بتحدد اذا كان الفعل من اختصاص القضاء العسكري او اختصاص القضاء المدني. حكينا سابقا انه اذا شخص عسكري ارتكب جرم هو يحمل الصفه العسكريه وقت ارتكاب الجرم او هو كان من المدنيين المتعاقدين مع وزاره الدفاع او الجيش فارتكب كمان هذا الجرم فهو هون بهذا التاريخ هذا بيكون اختصاص القضاء العسكري فيها. اما لو حتى بعدين تسرع حتى لو بعد فتره كذا بضل اختصاص القضاء العسكري لانه وقت ارتكاب الجريمه هو كان عسكري. طيب خلينا نحكي معك يمكن اهم بنود القضاء العسكري شو هي او اهم النقاط اللي يتناولها القضاء العسكري لما تم فصل القضاة لما نقول قضاء مدني او قضاء عسكري، شو اللي بيميز القضاء العسكري عن القضاء المدني؟ تمام. هلا القضاء العسكري هو مثل القضاء المدني بيخذ القضائين بيطبقوا نفس القانون اللي هو قانون العقوبات العام وكافة القوانين الجزائية الموجودة بالإضافة إنه قانون إضافة إلى قانون العقوبات العسكري اللي هو له علاقة بالجرائم العسكرية البحتة أو الصرفة اللي بيكون ارتكبها مثل جرائم الفرار أو العصيان أو أوامر عسكرية فهي خاصة بقانون العقوبات ولكن الطرفين بيطبقوا كافة القوانين والقضائين مرجعيتهم واحدة اللي هي القانون وبتنعرض كافة القرارات الموجودة عندهم أمام محكمة النقد اللي هي بتنعرض اللي هي بتفصل بهي القرارات فكل القضائين سواء المدني أو العسكري قراراتهم خاضعة لمراقبة
محكمة النقض. نعم استاذ، خلينا قبل ما نختم حديثنا نحكي عن اهم النقاط او النصائح اللي ممكن توجهها لاي شخص عنده مشكلة وبده يتوجه لها، سواء كان محكمة او المحاكم والقضاء العسكري او القضاء الجزائي والمدني. تمام. هلا اي شخص بيقع عليه اي جرم بيقدر يراجع القضاء المدني بالدرجة الاولى، فهو القضاء المدني هو اللي قد يفصل اذا شاف انه هذا الشخص عسكري، اذا كان غير معروف مثلا صفته لهذا الشخص انه عسكري، بيقدم هو ادعاء امام النيابة العامة وبتحوله للقسم الشرطة او على القضاء بجرائم مباشرة، فاذا تبين انه عسكري بتتخلى عنها للقضاء العسكري، وممكن اذا كان عسكري فمباشر إقامة الدعوة امام النيابة العامة العسكرية اللي بتحوله هي كمان على القسم المختص بالشرطة العسكرية وبيقوم إجراءات التحقيق وبترجع لعندها. فهنا هي أهم نقطتين فيهم. أكيد. بالختام بدنا نشكرك المحامي الأستاذ مصطفى مليحان على وجودك معنا. شكرا كثير لك. كل الشكر إليك وكافة المشاهدين، والشكر إليك. شكرا لك أستاذ.